عدد المدارس في فلسطين هو حوالي 3065 مدرسة. لذلك احنا اليوم نستطيع ان نقول من خلال المشاريع المتفرقة وصلنا الى 302 مدرسة في الضفة الغربية و65 مدرسة في قطاع غزة، وجاري العمل الان على تركيب 35 وحدة شمسية ايضا ضمن التبرعات لصالح مدارسنا في الضفة الغربية و15 في قطاع غزة. ولكن من خلال مشروعنا مع صندوق الاستثمار سيصبح الصندوق هي او هو بالاحرى الجهة التي تدير هذا الموضوع وتتحمل مسؤوليته من الألف إلى الياء، بحيث نصل إلى 500 مدرسة في المرحلة الأولى، آملين أن نصل إلى العدد الكامل من مدارسنا وجامعاتنا. صعب الحديث عن معدل إنفاق لمدرسة واحدة، ولكن نقول بأنه الفاتورة الشهرية باهظة جدا. عندما تحدث عن 3000 منشأة تقريبا يدير منها أو تدير منها وزارة التربية والتعليم حوالي 2750 منشأة، تكلفتها الإجمالية لك أن تتخيل بأنها فلكية في بعض الأحيان، خاصة في حال تشغيل وسائل التكييف أو التدفئة مع اختلاف الفصول والأحوال الجوية وحاجة المدرسة لتوفير البيئة الملائمة لبقاء الأبناء في المدرسة وتمكينهم من الحصول على التعليم الذي نريد. لكن لا أخفيكم بأنه الانتقال نحو الطاقة الشمسية يحقق ثورة في عالم التعليم، حتى خاصة وأنه أبنائنا يبدأوا بتلقف الحديث عن هذه التكنولوجيا بشغف كبير، يستطيعوا أن يزوروا أسطح مدارسهم، يستطيعوا أن يتحدثوا عنها، وبالتالي ننمي لديهم مفهوم الاهتمام بالبيئة. لذلك القضية ليست قضية خدماتية أو قضية توفر المال على وزارة التربية والتعليم فحسب، وإنما هي قضية تعليمية بامتياز، ونفخر أن نؤسس الفكر الطلابي منذ نعومة أظفار أبنائنا باتجاه الاهتمام بالبيئة وإيلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى. المدرسة الإسبانية الأساسية العليا هي مدرسة مختلطة من الصف الأول للرابع وإناث من الصف الخامس للتاسع. عدد الطلاب فيها 740 طالب وطالبة، عدد المعلمات تقريباً 32 معلمة. بدأت المدرسة باستخدام الطاقة الشمسية منذ العام 2017، وكان تركيب الخلايا طبعاً في المدرسة خلال العام اللي قبله، وتم تشغيل هاي الطاقة ابتداء من العام 2017-2018، وما زلنا طبعا في باستخدام هذه الطاقة إلى الآن. طبعا تركيب الخلايا الشمسية كان هدفه في المدرسة وتوفير الطاقة الكهربائية والتخفيف من فاتورة الكهرباء اللي بتدفعها وزارة التربية والتعليم. كمان هذا وجود الطاقة الشمسية، وجود هاي الخلايا، أعطتنا دافع لتركيب الكثير من الأجهزة الكهربائية في المدرسة، وهي بحاجة طالبات طبعا بحاجة إلها دون أن نحسب حساب فاتورة الكهرباء. فهذا العام مثلا قمنا بتركيب أجهزة تكييف وتبريد في الغرف الإدارية ومختبر الحاسوب وغرف المعلمات. قمنا بشراء أجهزة الانتر أكتيف، الأجهزة التفاعلية وأجهزة البروجكترات في جميع الصفوف، فأصبحت جميع صفوف المدرسة الآن تحتوي على أجهزة بروجكتر تفاعلي وغير تفاعلي. احنا طبعا ركبنا اجهزه التكييف في بدايه الفصل واستفادوا منه المعلمات والطالبات في مختبر الحاسوب وفي الغرف الاداريه، وحاليا في فصل الشتاء طبعا برضه بنستخدمه في التدفئه. المدرسه اصلا فيها تدفئه مركزيه تعتمد على السولار وعلى الطاقه الكهربائيه، ومنذ بدايه فصل الشتاء ونحن نقوم بتشغيلها تقريبا يوميا التدفئه، وذلك لوجود الطاقه الكهربائيه المتوفره. قامت الخلايا الشمسيه هذا العام بانتاج 17000 كيلو واط من الكهرباء، ولم يكن استخدامنا أو سحبنا من شركة الكهرباء سوى فقط 10 كيلو لهذا العام. عندنا المدرسة بتتكون من حوالي 13 شعبة، بنستوعب حوالي 470
الطالب. طبعا احنا بدأنا باستخدام الطاقة الشمسية في هاي المدرسة مع نهاية 2017 بحجم النظام 10 كيلو وات، لغاية اللحظة الإنتاج حوالي 25380 كيلو وات. استخدمنا منها من شركة الكهرباء حوالي 18 كيلو وات. انعكاساته على المدرسة انعكاسات كبيرة وفائدة كثيرة للطلاب. يعني احنا ما كناش نقدر نشغل دفايات، اشترينا وبالتعاون كمان مع المجتمع المحلي لكل صف تدفئة، وهذا انعكس على تعرف الجو البارد في رام الله معروفة انها برد، ففي كل صف حطينا دفاية والأضواء شغالة، يعني كان شيء إيجابي بالنسبة للمدرسة وللطلاب. مع المناهج الجديدة تغيرت المفاهيم، وهذه فرصتنا عندما نكتب منهاجا جديدا نستطيع أن نحاكي من خلاله التطورات التقنية، بالإضافة إلى كل تطورات سياسية ثقافية اجتماعية تستطيع أن تدخلها إلى المناهج. وتعرف منذ أن كتبت المناهج القديمة إلى اليوم تغيرت التكنولوجيات المستخدمة، تغير مفهوم تعامل الإنسان مع الطاقة البديلة، وبالتالي نفخر بأنه مناهجنا اليوم تركز على هذا المحور، بالإضافة إلى عامل آخر ألا وهو النشاط الحر. حصة النشاط الحر في مدارسنا تركز على مفاهيم الزراعة العضوية، الاهتمام بالبيئة، استخدام الطاقة الشمسية، طاقة الرياح وغيرها من المفاهيم التي نحاول من خلالها تأصيل الفكر الذي يرعى البيئة ويهتم بعوامل حقيقة لم تكن موجودة في مجتمعنا في من خلال المنهاج القديم. فلسطين تأتي ضمن الدول التي تحظى بحوالي 311 يوم من أصل 365 يوم شمسي، وبالتالي هذه الطاقة في حال عدم استغلالها تعتبر طاقة مهدرة، وعليه في ظل مقاومة الاحتلال وحاجتنا للانعتاق من فاتورة الكهرباء ومن المغلف الاقتصادي الذي حقيقة ظلم في الشعب الفلسطيني من خلال ربطه بالاقتصاد الإسرائيلي، يشكل الطاقة البديلة حقيقة مفهوم محوري في تعزيز الصمود والعمل المقاوم الفلسطيني والانعتاق من الرؤية الاقتصادية الاحتلالية، وأيضا الاعتماد على الذات وتنشئ الجيل يؤمن بضرورة الاهتمام بالبيئة وضرورة رعاية هذه البيئة من خلال الطاقة البديلة ومن خلال الحفاظ على مجتمعنا. لا يعقل أن نقبل باستمرار حالة الإهدار للطاقة الشمسية القائمة، ربما لو كان لدينا مساحات أكبر كنا نستطيع أن نوفر طاقة الرياح مثلا كمصدر من مصادر الطاقة، ربما الأمواج البحرية كمصدر من مصادر الطاقة، ولكن هذا هو حالنا. الطاقة الشمسية قد تكون هي المساحة الوحيدة المتاحة لتوفير الطاقة البديلة، بالإضافة إلى جوف الأرض أو ما يعرف بتكنولوجيا الجيوثيرمال. يعني أسجل بكل فخر لأسرة وزارة التربية والتعليم العالي عملها خلال السنوات الثلاث الماضية على استحداث مفهوم مدارس تحدي. بلغ عدد هذه المدارس 16 مدرسة موزعة في كل أركان الضفة الغربية. هذه المدارس تنشأ في المضارب البدوية في المناطق النائية، تحديدا المناطق المهددة بالتوسع الاستيطاني. وعليه هذه المدارس بما أنها في حال يعني أشبه ما يكون بحال مستعجل في بناء المدارس وتأخذ في بعض الأشكال الوضع البدائي، تحتاج لوسائل منفصلة بتوفير الطاقة،
وهنا توفرت المساحة والمدخل الرئيس لاستخدام الألواح الشمسية، وعززت فكرنا باتجاه التوجه نحو المدارس التي تعتمد على الطاقة الكهربائية المولدة بفعل الطاقة الشمسية. وعليه شكرا لمدارس تحدي التي غذت هذا الفكر، ونحن نوفر هذه الألواح الشمسية اليوم لإنارة هذه المدارس وإتاحة إمكانية وصول أبنائنا حتى للتكنولوجيا في المدارس المهددة من خلال استخدام الطاقة النظيفة. الطاقة المتجددة لها عدة أوجه، مش بس السولار سيستم اللي هو بيعتمد على الإشعاع الشمسي، كمان عندنا روث الحيوانات، عندنا البيوغاز اللي هو من النفايات الصلبة نقدر ننتج منه غاز الميثان، كمان عندنا الجيوثيرمال اللي هي طاقة باطن الأرض، هاي عدة مصادر، والمد والجزر إلى آخره. ولكن احنا في فلسطين احنا الشمس هي الوحيدة اللي مسموح لنا نقدر نستغلها مباشر، مشان هيك احنا قمنا بتنفيذ مشاريع سولار سيستم على أسطح المدارس. كمان احنا نفذنا فكرة في مدرسة في الخليل اللي هي مدرسة حافظ عبد النبي، اللي هي تدفئة المدرسة وتبريدها من خلال استغلال حرارة باطن الأرض باستخدام الهواء وليس الماء. تبنت وزارة التربية والتعليم فكرة تركيب أنظمة خلايا شمسية على سطح وزارة التربية والتعليم ومدارسها منذ عام 2016. هذا المشروع اللي أمامنا هو مشروع بحجم 50 كيلو وات، تم تركيبه وشبكه في 14/6/2016. كمية الإنتاج لغاية اللحظة هي 200 ميجا وات، يعني احنا وفرنا خلال فترة تركيب هذا النظام لغاية اللحظة 150 ألف شيكل مصروف استهلاك على مبنى وزارة التربية والتعليم. أما بالنسبة للمدارس فتم تركيب لغاية اللحظة في الضفة الغربية على 302 مدرسة أنظمة خلايا شمسية بأحجام متفاوتة من 5 كيلو ل 7.5 ل 10 كيلو ل 15 ل 20 كيلو حسب كمية استهلاك المدرسة. هاي الأنظمة on grid، وفي عندنا بعض الأنظمة off grid مثل مدارس النائية اللي أصلا ما فيها اشتراك كهرباء زي مدرسة خان الأحمر بدو الكعبني ومدارس غزة. في عندنا تجربة في مدارس غزة، كل مشاريع الطاقة المتجددة في مدارس غزة تم تركيبها أوف جريد مع نظام بطاريات، لأنه غزة هي حالة خاصة، كمية الكهرباء الموجودة في غزة لا تكفي إلى لتشغيل جميع قطاع غزة. كل حي بيجي الكهرباء 6 ساعات من 24 ساعة في اليوم، مشان هيك احنا ركبنا أنظمة أوف جريد مع نظام بطاريات بحيث تكون الكهرباء موجودة متوفرة في المدرسة خلال فترة الدوام أو المسائية، لأنه عنا برضو مدارس غزة في عنا شفتين صباحي ومسائي. خطتنا احنا طبعا في وزارة التربية والتعليم هي تغطية جميع أسطح مدارس الضفة والقطاع بالخلايا الشمسية. كمان في عنا احنا مشروع تم توقيع اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم وصندوق الاستثمار الفلسطيني بمنحه 500 مدرسة لتركيب أنظمة خلايا شمسية من خلال صندوق الاستثمار الفلسطيني. بالإضافة للعلم أنه كل كيلو أنت بتركبه على سطح المبنى أو سطح المدرسة سولار سيستم هو بخفف من انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0.7 كيلو غرام من انبعاث ثاني أكسيد الكربون. فهذا النظام بيئي، يعني هو نظام بيئي صديق للبيئة، زائد موفر للطاقة، زائد هو معرفي للطلابنا، بتحكي عن 12 جيل في المدرسة من الأول للتوجيهي بتغذوا بهاي المعرفة وبنقلوا المعرفة للمجتمع المحلي والوطن بشكل عام. يعني المدرسة هي العنوان دائما مزرعة الفكر، المكان الذي يحتضن الرؤى، تكوين العقل البشري يبدأ كله في المدرسة. وبالتالي عندما ندخل طاقة شمسية إلى مدارسنا ونولد طاقة نظيفة ونتحدث لأبنائنا عنها ويقوموا بزيارة هذه الألواح الشمسية والاطلاع على تفاصيل التكنولوجيا، كلها ستؤسس لكتلة ضاغطة مجتمعية على الأهل من أجل تبني هذه التكنولوجيا وإدخالها إلى منازلنا. وأنا أرى بصراحة أنه المستقبل مشرق، وأرى بأنه الطاقة النظيفة ليست محورا تقنيا وليست فقط قضية مرتبطة ببعد فني، وإنما هي قضية وطنية بامتياز، وقد تشكل وأقول ربما تشكل المحور الجديد من المقاومة الفلسطينية أو الجيل الجديد للمقاومة. بتعرف في عالم الإنترنت في جيل ثاني وثالث، في عالم الاتصالات المحمولة لديك عدة أجيال، اليوم نحن نأتي للجيل الثاني من المقاومة الفلسطينية. أحد أهم أشكالها التمكين الاقتصادي والاستدامة بالاستغناء عن موارد الطاقة التقليدية من المحتل.